مرحبا بكم مشاهدينا قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من مدينه اكادير، ودائما مع الحصيله اليوميه للوباء، حيث انها جات تسمسى اليوم كتسجل 26 حاله اصابه جديده بالفيروس، وجاء التقسيم يعني ديال 26 حاله على الشكل التالي، يعني عمليه انسكان اي تملل تسجلت بها 12 حاله جديده مصابه بالفيروس، وايضا عملت اكادير ايدوتنان 10 الحالات، تارودانت حاله واحده، تيزنيت حاله واحده، الشتوكا ايتبها حاله واحده، وطاطا ايضا حاله واحده. يعني كنشوفوا ان كاينين شي بلايص مثلا بحال طاطا يعني وتارودانت يعني مده طويله وهي كتسجل زيرو حاله، الا في هذ الاواخر يعني سجلوا حاله حاله كل من تيزنيت وتارودانت. مشاهدينا الكرام، مرحبا بالناس اللي يلاه التحقوا بنا. كما سبقت وقلت ان الجهاز سوسماسا كتسجل 26 حاله اصابه جديده بالفيروس وصفر حاله وفاه، يعني الحمد لله يعني وجدت على التقسيم التالي، عملت انسكان اي تملل 12 حاله اصابه جديده بالفيروس وصفر حاله وفاه، وايضا اكادير ايدوتنان 10 حالات مصابه بالفيروس، تارودانت حاله واحده، تيزنيت حالة واحدة، شتوكا ايتباها حالة واحدة، وطاطا حالة واحدة. اذا كنتمناو من الله يفعل لنا هذا الوباء ان شاء الله في اقرب وقت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.